حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. متعلقين بالوهم يا رفاقة، ولا الزمان ولا ساب ورا حاجة. متعلقين بالوهم يا رفاقة، ولا الزمان ولا ساب ورا حاجة. أحلمنا ليه خيمة وسراقة، ونهارنا ويل والليل الليل شجا وتباريح. عالي عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. هملنا ليه ضرنا ونساونا، الهم زاد والفرح نساونا. هملنا ليه ضرنا ونساونا، الهم زاد والفرح نسيونا. وهم الرجولة يا خلق نسونا، وكيف عمالة نسينا. ايه ياخد البلاط من الريح. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. برد الجبل عالقمر طارحنا، سكنة حداد البين مطارحنا. برد الجبل عالقمر طارحنا، سكنة حداد البين مطارحنا. ودي عركدي ولا في طارحنا. لا الفجر بان ولا طيروا ولا طيروا عدي يصير. عالي الجبل عالي واحنا حدا ما جريح. ضحينا بالغالي فاتت سنين ما جريح. العمدة خلاص زهت النسوان، احرم علي الجواز من الساعة دي. واه ليه بس كده يا جناب العمدة؟ هتحرم اللي حلله ربنا سبحانه وتعالى؟ همله دلوقتي يا مبروك يقول اللي يقوله. جنابه غضبان، والكلام اللي بيتقال في الغضب ما بقاش له عازة. يوم ولا اتنين حد ما الحكاية تبرد والحزن يفك، بعدها نعاود الكحت من جديد. سد خشمك، يمين بالله لا يجيب سيرة الكنز ولا تحت مرة تانية لكن قتله بيدي. غوره من قدامي، غوره. حاضر حاضر يا جناب العمدة. حسين هو اللي اداني الخيط. خيط ايه عاد؟ الحل اللي هيوصلني اللي انا عايزاه، الطريقة اللي هترجع كل حاجة زي ما كانت. طريقة ايه دي؟ خليكي انتي قدام الباب وانا هطلع الجبل للعمدة شرويدي. شرفت ونورت المطرح يا ست جودي. خطوة يا عزيزة،
ده ايه الطله البهيه دي؟ العمده جوه؟ هيو مال جوه. هو شكله كان حيقايل شويه يا ست جودي. هينام يعني؟ ايوه. لا انا عايزاه ضروري. خشيله خشيله اعمله معروف يا ست جودي وخرجيه من الهم اللي هو فيه. الرجاله لو شافوه بالخوف دي هتبقى واكسه وقليل لما فاتوا الجبل وهاجوا. شو يحصل يا بدراوي؟ مش هيحصل. ربنا يجعل في زيارتها البركه يا مبروك. بقول لك ايه؟ طب ما كان العمده يتجوز الست جودي دي ويريحنا، ست طريه كده وزي لحظه القشطه. جننتي اياك يا مبروك، ولما يجوزها وتموت، مين اللي حيشتري الكنز لما لقوه عاد؟ سرحان ليه يا عمدة؟ جودي عندها اللي يطمنك ويريح بالك. كيف بعد كل اللي حصل ده؟ انت عارف كويس يا عمدة، وانا كمان عارفة، مش معقول هتفضل قاعد كده. كفاية الرجال اللي كانت يدهم بيدي كلهم فتولي، علي الجباس وحسين وصديق. هيرجعوا يا عمدة. يرجعوا كيف؟ رجل منهم راقد في مغارته بين الحياة والموت، عقله تخربط بعد ما قتل بنته بيده. علي الجباس هيخف. يخف كيف؟ بقول لك الراجل خلاص اتجنن. كل مرض وله علاج. أنا مش مصدق الكلام اللي بتقوليه ده، لكن هقول ايه. طب وحسين؟ حسين هيقدر يعمل اللي كنا ناويين يعمله؟ طبعا، لما حسين يلاقينا مهتمين بأبوه ويلاقي أبوه يتحسن، هو كمان هيفوق من صدمته. فكرك كده؟ طبعا يا عمدة، كفاية كده. انت زعلت كتير وبينت قدام أهل الجبل إنك زعلان، خلاص. والعمدة لازم يفكر لقدام مش يفكر في اللي فات. والله كلامك يشد العزم يا جودي. يلا يا عمدة، شد عزمك وقوم غير. يلا يلا يا عمدة. انت بتقول ايه يا حسين؟ هتنزل من النهارده؟ وايه اللي هياخرني؟ المهندس قال انه موافق ان اي حد يجي من الجبل، وعطى المقاول قال لي انه هيديني 8 قروش في اليوم. مليح قوي، 8 قروش في اليوم تفضلوا عدل من ربنا. اياكي تنطقي بلسانك وتقولي على مطرح يا بت. طب ما العمده لازم يسال. قولي ما عرفاش، قولي ما شفتنيش من ساعه حكايه المرحومه مريم. طب قولي يا حسين، هنتجوز وماتك وانا في ناحيه وانت في ناحيه. المهندس قال انه هيدي كل واحد فينا بيت كبير ملك. طب قول لي يا حسين، اليوميه هتفضل زي ما هي بعد المهندس ما يخلص المشروع؟ اليوميه؟ لا بصراحه ما اعرفش. اباي، طب ولو قطعوا اليوميه هنعيش كيف يا حسين؟ اوعي تقولي زي ما بقيت الناس بتقول، رزقنا فوق مع السواح والاسرات، واذا نزلنا وسيبنا الجبل هنموت كلنا. طب وما قام سيدي ابو الحجاج ما كنت رايد اقولك دي، انا كنت بسالك سؤال وخلاص. اللي خلقنا ما بينسناش. روح دلوك علشان انا عوقت ولازم انزل البنايات. اشوفك بخير يا حبه القلب. خلي بالك من نفسك يا مسعد، خليكي جنب ابوي، قلبي بيقول لي انه ممكن يروح فيها لو وعلي اللي عمله. خلي بالك من ابوي. يسترها ربنا يا حسين، بس انت خلي بالك من نفسك وخليني دايما على بالك. هتوحش الجو يا مسعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معقول حسين ما جاش واصل يطلع على ابوه المخبول ده؟ لا ما جاش يا عمده. هو ده اللي انا خايفه منه يا عمده. خايفه من ايه يا جودي؟ الكلام اللي سمعته تحت انه هيبطل كحت. لكن ده ابوه كيف يهمله؟ تلقاه تعزى يا عمده، اكمن على الجباس، يعني هو اللي عملها في مريم. ويعني عملها بعقله، الراجل اتجن. كنا نعمل ايه؟ هنقتلوه وقمون ولا ايه؟ خلاص يا عمده ندخل نشوفه عشان نشوف له حل. اتفضل يا جوده اتفضل. اتفضل. نايم قتيل. علي الجباس شكله دبلان قوي، يعني عيان جدا كده. هو على كده من ساعة ما حصل اللي حصل. مسكين. انت فيه في دماغك حاجة يا جودي؟ طبعا يا عمدة. احنا لازم نساعد علي الجباس ان هو يخف، علشان حسين يحس ان احنا قد ايه مهتمين بابوه. حسين ايه هو بتاعي؟ هو فين حسين دلوقت؟ يعني هيروح فين؟ حسين هيرجع؟ هيرجع. قولي لي طوالي، ايه اللي في مخك؟ علي الجباس لازم دكاترة كويسين يشوفوه علشان يعالجوه. ايه اللي هتقوليه دي؟ دكاترة ايه وبتاعية؟ انا بعرف كل الدكاترة اللي في البر التاني، ننقله المستشفى علشان يعالجوه. لا ما فيش راجل من رجالتي في خط البر التاني واصل. ليه بس يا شرويدي؟ الناس اللي هناك عفشة، ما بيحبوش رجالة الجبل ولا احنا بنحبوهم. بس كده في خطر على علي الجباس. هي كلمة واحدة ومش هتنيها، لا هنروح البر التاني ولا هنروح مستشفى كمان. خلاص يا شرويدي، نجيب له الدكتور هنا، أظن ده مش عيب؟ لا مش عيب، أهلا وسهلا يجي. خلاص، أنا هروح أتفق مع الدكتور عشان يجي في أقرب وقت. اتفضلي. أنتوا الغلطانين يا عمدي، أنتوا اللي جبتوه لروحكم عاد. كيف يا مسخوط؟ عشان مشيتوا بدماغاتكم بعقولكم وما سمعتوش كلام النار. النار اللي لازم يتوفى حقها عشان تبح لكم بسرها. قصدك الفدو؟ السبع اللي النار كانت عايزاهم اياك. هم ما ليه؟ عشان كده النار خسرتكم واحدة عزيزة وقريبة واقرب القريبين ليكم، وليك انت مخصوص يا عمدي. الدين في الرقبة، ولازما يتوفى فدو حق، ولازما يتقدم، وإلا حتتقفل كل البيبان وما عتشوفش دهب واصل يا عمدي. ايه ده؟ انت ما بتكليش ليه؟ على فكرة الأكل هنا حلو قوي. لا ما انا باكل اهو، كفايه قوي اني باكل وانت قدامي يعني. طب مداريه ليه عينيك يعني؟ لا ابدا، ولا حاجه واصل. عجبك مصر؟ قوي قوي، يا ريتني اتولدت تاني. المهم ان انت تفضلي بقيه حياتك هنا. ينفع؟ لازم ينفع، وانا هصمم انه ينفع. كيف يعني؟ الحقيقه انا صممت ان احنا نيجي هنا نتغدى سوا، لاني فتحت والدتي في حاجه كده وكنت محتاج اتاكد منك. حاجتي رومانا، انا ما بقتش قادر استغنى عنك. الكلام ده قلته لك قبل كده وهفضل اقوله طول العمر. ها، تقبلي تفضلي معايا طول العمر؟ هو انا اقدر اقول لك لا؟ لا ده حقك، حقك كمان تقولي لا. دي اكتر حاجه عجباني فيكي، ان انت عندك راي. انا كنت معجب بيكي جدا لما رفضتي الانسان اللي هم فرضوه عليكي، عشان كده انت اللي لازم تختاري، يا تقولي يا تقولي لا. يعني هو انت يعني تقصد؟ ايوه اقصد اني تتجوزيني. ايه سكتي ليه؟ اصل مش مصدقه ان انت. اقوله تاني؟ لا انا مقصودش، انا اقصد ان سي حمد افندي اللي عايش في مصر، اللي متعلم في مصر وقدامه كل البنات، يختار رومانا اللي جايه من الجبل اللي ما حلتهاش اي حاجه وصل.
طب تصدقيني بقى لو قلت لك ان كل البنات اللي انا قابلتهم في مصر هنا ما حدش فيهم قدر يوصل لي ولا حسسني بالحب. انت اللي قدرت تعملي كده، انت كل حاجه فيكي تتحب، انت اللي انا كنت بتمناها من زمان. ها قلتي ايه؟ موافقه ولا مش موافقه؟ هو انا هقدر اقول حاجه؟ تتكلم جد يا حمدي؟ الكلام اللي قلته ده مظبوط؟ انا عارفه اني مش جد المجام يا ست. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا رمان؟ مقام ايه يا بنتي وبتاع ايه؟ انت شايفانا يعني مولودين وفي بقنا معلقه ذهب؟ قولي لها يا ماما. يعني انت موافقه يا ست؟ الا موافقه. ماما مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير سعادتي وبس. طبعا يا حبيبي، انا الحاجه اللي تسعدك امشيلها بلاد واجيبها لحد عندك. واديني بقول لك اهو بالفم المليان، انا اللي هيسعدني رمانه. الله يجبر بخاطرك يا رب. يبقى الف مبروك يا ولاد. هقوم انا بقى اجيب البخور عشان ارقيكم. لا بخور يا ماما، احنا مستعجلين. ليه؟ البخور زين وفال حلو. انت ايه، نسيتي ميعاد صلاح ولا ايه؟ صلاح؟ انت بتفضل صلاح عليا يا حمدي؟ هو يحتفل بيكوا وانا لا. ماما احنا مش رايحين نحتفل ولا حاجه. امال رايحين ليه؟ رايحين نتكلم في صالح البلد يا ست. نتكلم في صالح البلد؟ ايه الكلام ده يا حمدي؟ لا يا ماما، دي رمانه يعني تقصد البلد الجبل يعني. بمناسبه الجبل، لو جه اي حد من اهل الجبل انت عارفه طبعا هتقولي ايه. عارفه يا ابني. طب سلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يحميكم يا ولادي ويسعدكم. استنى استنى. ايه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ما كنتش عايز ماما تعرف اللي بيننا وبين صلاح. ليه ايه اللي ليه؟ ماما بتخاف عليا قوي، وبعدين لو عرفت تفاصيل العمليه هتصرخ وتعيط وتقول لي انا بروح للخطر برجليا. خطر؟ هو احنا اللي هنعملوه ده في حاجه خطر؟ ايه، خفتي عليك مش علي؟ طب يلا. لا بلاش، ده بيوجع بطني. اللي هتقوله ده؟ عايزنا انا اقتل علي الجباس وولده؟ كيف؟ الاثنين قريبين مني. من الحاجات القليله فيك عفشه يا عمده ان ساعات قلبك بيكون ضعيف. طول اهلي وناس يا مسخوط. عارف لما تبقى مسؤول عن اهلك وناسك شغلانه واعره ما هي سهله. طب هتسد فضو النار بيه؟ مش قدامك مصلحة للجبل كله، مش لنفر ولا اتنين من اللي فيه. هنلاقوا يا مسخوط، لكن الاتنين دول قلبي معي طوعانيش واصل. وعند الله منا سلطان ودنيا نشوان وبيت ريان ومحصولي ملابس تان انام فوق ارض غراضي وهم شبعان واصغر والقمر صاحبي انا وحبي نصلي الفجر ونصبح على الكروان. الله يا عم اسماعيل. نعم اسماعيل. الله اسماعيل. شوف يا رمانة، انا كل اللي طلبه منك ان قلبك يبقى جامد وبس. بس كده؟ انا قلبي جامد قوي. طبعا ما انت معنوياتي في السماء بعد اللي سمعته من حمدي. انا كمان عندي نفس المعنويات، يعني تقدر تعتمد علينا احنا الاثنين. الامانه وصلت؟ كله تمام، وهنروح انا وفوزي نستلمها بعد الفجر. صندوق كبير. الصندوق ده محتاج مكان للتخزين. ايه رايك يا رمانه؟ رايي في ايه؟ نخزن السلاح عندك لغايه ميعاد العمليه. ايه؟ من عيني كده من غير تفكير؟ عاوز نفكر في ايه عاد؟ الحكايه دي فيها خطر كبير جدا عليك. سؤال واحد، هو الصندوق ده مش في صالح البلد؟ ايوه طبعا. خلاص يبقى موافقه،
انتوا كده كلكم بتعرضوا نفسكم للخطر عشان خطر البلد، وانا عاوزه ابقى معاكم، يبقى لازم اعرض نفسي للخطر زي زيكم، صح؟ عفارم عليك يا رمان. ما كنتش فاكرك هايله للدرجه دي. الهي يجبر بخاطرك يا رب. الصندوق تاخدوه تطلعوا بيه على عنوان رمانه، ما يخشش بيت واحد فيكم، مفهوم؟ وعايزكم تبقوا مطمنين انكم بعيد عن المراقبه. طب حكايه السلاح وحليناها، دور بقى كل واحد فينا ايه في العمليه؟ العمليه دي يا حمدي اكبر عمليه ممكن نقوم بيها، هتعرف تفاصيلها بعدين وكل واحد هيعرف دوره. وانا معاكم طبعا. طبعا ده انت دورك مهم جدا، ما يقلش عن دور اي واحد فينا. مهم انت قلت لي اول ما جيت ان عايز تعرض حاجه مهمه على المجموعه. في عضو جديد عايز ينضم لينا وانا واثق فيه جدا. وده يطلع مين ده يا حمدي؟ ده مهندس اسمه احمد، قابلته في القرنه لما كنت في التفتيش الاخير. في الجرنه لا يعرفني ويروح يجول. ما تخافيش مش هيعرفك ولا هيروح يجول. ابوي الطريق طويل قوي قوي. الصبر زين يا خال صديق، ادينا وصلنا والحمد لله. وصلنا العتبه، هنلاقوا فين حمد افندي دلوقتي؟ حمد افندي هيشتغل في الحكومه، يعني هيشتغل بالنهار وينام بالليل، نستنوا لحد النهار ما يطلع. ولحد النهار ما يطلع هنروحوا فين ونجوا منين؟ لازم شلنا مطرح نبيت فيه ولا هنعمله ايه؟ هباي عليك يا خال صديق، هتعقدها ليه؟ هنقضوها في اي مطرح وخلاص. اقول لك نقعد على القهوه نشربوا شاي ودخان لحد الصبح، انا قلبي هيقول لي هنعاود وفي يدنا رمانه. ربنا كريم. تعالى. كانت مفاجاه سعيده بصحيح لما عطى بلغني انك هتبقى معانا يا حسين. حسين الجباس راجل ما جبتوش ولاده، راجل من صح، دراعه قوي وعزمه شديد. سالناني يكرمك ربنا. كل املي انك ما ترجعش في قرارك ده ابدا وتخليك معانا على طول. لا حسين لا يمكن يرجع في كلمته أبدا. بس أنا كان ليا طلب صغير كده. تؤمر يا حسين أؤمر. اللي أنا أعرفه إن البنايات دي اتعملت لنا إحنا على وجه الخصوص. طبعا البنايات دي كلها معمولة عشان أهل الجبل بالخصوص. أنا كان عشمي إن يبقى لي بناية لوحدي علشان أتجوز فيها. غالي غالي يا حسين جباس، وطلب رخيص. تعرف أنا منى عيني إن أنت أول واحد يسلم بناية هنا. كلمة مني قصادك يا حسين وأنا مسؤول عنها. عطى حسين ياخد البنايه اللي هو عاوزها ان شاء الله من دلوقتي. امرك يا باشا مهندس. يا حسين مبسوط؟ لا نحمد ربنا، على اذنكم نشوف الشغل. اتفضل يا حسين. اتفضل اخوي. قلت لجنابك حسين الجباز ده كنز، وبكره فكر جنابك ما كانوا شباب الجبل بتمتهم يطبوا على هنا، ابقى قول عطى قال. كويس انك جايبي اخبار حلوه يا باش مهندس، انا مش هقبل بغير كده. مولاتي أنا عاوزك تتأكدي إن النهاردة أكثر تفاؤل من أي يوم. المهم إنك تحول التفاؤل ده لعمل لنتيجة ملموسة يا باشمهندس. المشروع ده مش هو الهدف في حد ذاته. يا ترى إيه هو الهدف بالظبط؟ الهدف الأكبر هو الجبل. الجبل؟ اسمحيلي سموك، عقل المتواضع مش قادر يستوعب. نزول أهل الجبل هيفتح لنا الطريق إننا نطلع مكانهم، مش عشان نسكن مكانهم طبعا، لكن هنقدر نلحق اللي هم بينهبوه كل يوم، وده مش هدفي لوحدي، ده هدف جلالته نفسه. مفهوم مولاتي مفهوم. ربنا يديم عزك وعز مولانا العظيم. ودلوقتي تسمحي لي سموك تيجي معانا وتشوف اللي حصل بنفسك في الموقع. انا ما كدبتش عليك يا عمده، انت سالتني على حسين قلت لك ما عرفاش عنه حاجه. عايزه تفهمين ان حسين ما قالكيش، وانت بالخصوص على كل اسراره، كل اهل الجبل عارفين اللي بينك وبينه. اللي فات يا عمده حاجه، واللي حصل لابوه والمريم حاجه تانيه. الحزن لما بيعشش في قلب الراجل ما بيلاقيش الا اللي بيحبه عشان يفضفض معاه، وحسين ما بينطقش مع حد الا معاكي. ولا نطق معايا انا كمان كده. طيب يا مسعده، وحسين هيروح فين بكره؟ يرجع واعرف منه ان كان قال لك ولا لا.
يا عمدة بص يدك تهمني في حالي دلوك، كفاية اللي الواحد فيه. لو انت زعلان على حسين جرات انا زعلان عليها 24 جرات. يعني ايه؟ نشق الجبل وبلعه ولا ايه؟ ربنا يبعد عنه الشر يا عمدة، ويريد تخلي رجالة الجبل يدوروا عليه. اما لو عطروا فيه يا عمدة هتبقى ليلتها ليلة عيد ومقام سيدنا الوالي. طب غوري من قدامي دلوك، غوري. انت دي تعرف حاجة ومخبيها يا ابو دراعي؟ انا برضك بقول لك ديه يا جناب العمدة، في حاجة جنابك ما عايزينش نهملها. حاجة ايه دي؟ يكون حسين طقت في راسه وفط على سيوت وبعديها على مصر، يروح يحاجة على اخته التانية اللي فضلت. حكاية مش بعيدة جنابك. معقول؟ الله ينور عليك حسين، هذه المنصوح. يلا رجالة اهم اموال، يلا قرب بالشغل ده. انا قلت ان سموك لازم تكوني موجودة وتشوفي كل حاجة على الطبيعة. انت بتقول انه هيسكن في البنايات؟ هيحصل يا مولاتي هيحصل. ومين الليلة دي؟ حسين ده الدراع اليمين بتاع شرويدي، هتبقى ضربة قاضية لكل اهل الجبل. انا مش عايزاها تكون ضربة وبس، انا عايزاها تكون حافز لكل الناس التانية ان هم يعملوا كده برضو. هيحصل هيحصل يا مولاتي. عطا تعال عطا. امر جنابك. عطا ده المقاول الاساسي هنا معانا، عنده خطة يا سموك هتخلي كل الشبان اللي في الجبل ينزلوا ويشتغلوا معانا زي ما حسين عمل بالظبط. اتمتهم. ايه هي الخطة؟ هتنفذوها ازاي وامتى؟ الليلة لازم نلاقوا حل يجمع الناس تاني من حوالينا. طب ازاي بس يا جناب العمدة؟ دي وعرة وعرة قوي. ولا واحد منهم يا جناب العمدة له مزاج لحاجة ابدا، ده كتير منهم بقوا يناموا في الطل وزهدوا المغارات. دول حتى يا جناب العمدة زهدوا نسوانهم من كتر ما الحزن قربق عليهم. تبقى مصيبة لو الحال فضل على كده. هنعملوا ايه؟ لقيتها.
بعد لا حول ولا قوة الا بالله اهدى يا معلم بعد يا معلم بعد 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 بس بعد 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 أنا شايفها أنا شايف الدهبات شايف الدهبات يا حمدان يا إبراهيم الحقوا حصل إيه عمكم علي الجباس هجنا الجوة يا أبوي علي الجباس ده مش ناوي يجيبها البر واصل واه الحق يا إبراهيم العمدة جاي هو والخوة جاي هناك أهم وداويد اللي معاه ده شكله كده عامل زي الحكم اللي بنشوفهم في الأقصر يسمع من خشمك ربنا الحقنا يا عمده ايه في ايه علي الجباس متعصب جوه يبقى الحكيم جه في وقته ادخل جوه كتف علي الجباس علشان الحكيم يقدر يدويه حاضر حاضر يا عمده تفضل 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 بعد خلاص يا معلم بعد بس يا معلم بعد ايه اهدى معك بعدوا كلكم اهدى بعدوا كلكم اهدى مال يا جباس تعال ريح 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 الذهبات اهي امسكوا الذهبات ريح 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 بعدوا كلكم بعدوا كلكم ريح على مهلك يا عم علي بس جبت لك الذهبات يا جازيه اللي وعدتك بيها وفيت بوعدي مين جازية دي؟ دي المرحومة مرته الأولانية أم العيال خلاص دقيقة وحينام إيه الحالة يا دكتور؟ عنده انهيار عصبي حاد إيه؟ انهيار إيه اللي بتقول عليه ده يا دكتور؟ عنده حاجة كبيرة زعلته هو لوحده اللي عنده حاجة كبيرة كل رجالة الجبل زعلانين هو في الحقيقة حالته خطيرة ولازم يروح المستشفى لا مستشفى لا طب ليه يا عمد؟ بسلمش راجل من رجالتي للحكومة واصل ما تخافش الدكتور عنده مستشفى خاصة الحكومة مش هتعرف ان علي الجباس في المستشفى احنا عايزين كمان نبعد نظر الحكومة عن الجبل وعايزين حسين يحس ان احنا مهتمين بابوه وعايزينه يخف انت عايز رجالة الجبل كلهم يسقطوا واحد ورا واحد خلاص اللي تشوفيها جودي اهم حاجة عندي الحكومة ما توصلوش حمدان انت وابراهيم شلوه واطلعوا مع الدكتور اللي حصل ده ممتاز وكان لازم يحصل من زمان مصدقك يا جودي مصدقك عموما انا عامل في مخي ترتيب يخلي الرجاله يهملوا الحزن اللي هم فيه ده ويفكروا في الكنز من تاني صحيح يا عمده يا شباب سيدنا العمده يا شباب العمده يا شباب العمده داخل وشك مغبر كده ليه اوعى تكون جايب لي اخبار سوده هي سودة بعقل جنبك انت هتجيب لي خبر عدل قول انطق فيه حسين ولد علي الجباس حسين ماله جراله ايه خان العهد اللي بينه وبين جنبك خان العهد كيف يعني عمل ايه رجاله شافوه بيشتغل مع المهندس حدا في البنايات ايه اللي عقوله ده ازاي يعني اتكلم وما قام سيدنا الولي يا جنب العمده كيف ما بقول لك كده هملت الرجاله اللي قالوا لي كده مع مبروك وجيت اقول لك جري اتجنن اياك حسين ولد الجباس دي مصيبه مصيبه كبيره ولازم يترد عليها بسرعه المهندس ده زودها قوي يا عمده لازم نعمل حاجه تخلصنا منه مش دلوقتي يا جودي وحسين معاه نرجعوا رجلنا الاول وبعدين نفكروا كيف نخلصوا من المهندس بدراوي امر جنابك روح لرجاله الجبل قول لهم العمده عايزكم في حاجه مهمه بيتلموا عندي بعد صلاة العشاء
الحقنة دي هتخليه أحسن وأهدى بكتير من الأول. أنا واثقة في قدراتك يا دكتور. لا يا فندم، ده جنابك تأمري. أنا أسمع إن سعادتك كان ليكي اهتمامات بالطب. مظبوط، أنا وأنا في بلدي اشتغلت ممرضة في أكبر مستشفى من المستشفيات عندنا. بس حضرتك مش متصور المريض ده مهم بالنسبة لي قد إيه. عارف يا فندم. أرجوك تهتمي بيه، أنا يهمني جدا إنه المريض ده يرجع لحالته الطبيعية في أسرع وقت. المسألة مش محتاجة توصية هنا. أنا شخصيا بهتم بأي مريض وبراعي ضميري في علاجه لأقصى حد، فما بالك بقى لما يكون من طرف حضرتك. متشكر. عن إذنك. يا ابن عم انا قلت لك ممنوع تروح الوزاره من غير ميعاد. ميعاد ايه؟ هو قطر. انت هتحجر مخك ليه؟ بنقول لك نعرفه حمدي افندي ورايدين نقابلوه دلوقتي. في 10 في الوزاره اسمهم حمدي. حمدي مين فيهم؟ ومديكم ميعاد تقابلوه ولا لا؟ ما انت ما خليتناش نطلع ونقابلوه دلوقتي، هنقعد هنا لغايه ما ينزلوا نشوفوه. في ايه يا جاب؟ سيادتك الناس دول عاوزين يدخلوا الوزاره من غير تسريح. هيقول لي تسريح مره تسريح ومره معاد. ايه هنقابله فاروق ولا ايه؟ وانتوا عايزين تطلعوا ليه؟ رايدين نقابلوا حمدي افندي اللي كان في الجورن احدانا في لوكسور. حمدي غنيم؟ ما خبرش اسم ابوه. هو جدع طويل شويتين وبيضان شويتين وعينيه فاتحه شويتين، وعايزين نقعدوا اياه شويتين. ايوه. وعايزينه في ايه بقى ان شاء الله؟ يا ربي ايه العمل سرطان ودق الباب فتحوا له سكة سفر عن الوفيك يا فراق يوسف بزرع عينب وخواته بعده زمان. السلام عليكم صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا جماعة التأخير ده كله؟ هنعمل ايه يا صلاح؟ كان لازم نطمن ان مفيش اي عين علينا. طيب طمن قول. اطمن. الصندوق وصل بيت رمانة وتأمن تمام التأمين. كويس قوي. وبعدين البت دي هايله صلاح، قلبها جامد وما بتخافش من حاجه ابدا. بصراحه صلاح رمانه دي احسن حاجه قدمها قريبك حمدي ده للجماعه. ايوه، واحسن حاجه قدمها لنفسه. نفوسنا كان ايه غواها تطلب رضا من جبلنا. لما يا عيني عيني يا عيني عيني على وعيني يا أهالينا راضية وصبرة واحنا طمعنا جوانا فتشنا عالكنز برا والكنزة تاري جوانا.